يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ وارتقي ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار العقول بنور القرآن وأزال عنها غشاها، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الذي جاءنا بالقرآن كالشمس في ضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن سار على هديه واهتدى بهداه سار في نور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة الصيام، اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، اللهم لك الحمد على نعمة الغيث والبركة والرحمة. لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مشاهدين الكرام متتبعي قناة الزيتونة، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وألتقي معكم في هذا اليوم المبارك، في هذا اليوم يوم الجمعة، وهو من أيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا هو شهر الرحمة، هذا هو شهر العتق من النيران، هذا هو شهر الإحسان، هذا هو شهر الصبر، هذا هو شهر البركات. ففي هذا اليوم المبارك يوم جمعة فلنكثر فيه من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا معروضة عليه، عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كما أذكركم وأذكر نفسي بقراءة سورة الكهف في هذا اليوم يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف في كل جمعة غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فالإنسان في هذه الأيام المباركات، في هذا اليوم وفي هذا الشهر، ينوع من الطاعات، من قراءة القرآن، من التصدق على الفقراء والمساكين، من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحافظ على أداء الصلوات المفروضة في جماعة، لا سيما صلاة العصر، فكثير من الناس يغفل عن هذه الفريضة بحكم أنه الإنسان تعب، وبحكم كذا، وبحكم أنه روح من العمل فيضيع هذه الصلاة، وربما ينام على هذه الصلاة. وكما تعلمون أن هناك خلاف بين العلماء في أن صلاة العصر هي صلاة الوسطى التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالله الله في المحافظة على الصلوات في أوقاتها في هذا الشهر الكريم وفي غيره إن شاء الله تعالى. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا في هذا الشهر من الفائزين، من الذين أعتقت رقابهم ورقاب آبائهم من النيران.
اللهم آمين، وأن يرفع فيه عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ما زلنا مع كتاب الله عز وجل في هذه الحصص المباركة التعليمية التي تأتيكم عبر هذه القناة المباركة، ووصلنا بعون الله وتوفيقه إلى سورة الانفطار. في هذه الحصة إن شاء الله تعالى كما عودناكم أننا نقرأ على مسامعكم يعني سورة من سور القرآن الكريم، ثم بعد ذلك نسعد باتصالاتكم إن شاء الله. في هذه الحصة نقرأ ونتعلم معا هذه السورة الكريمة، وبعد القراءة نسعد باتصالاتكم، فحياكم الله جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. مشاهدين الكرام، قد كانت هذه التلاوة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني، نسأل الله جل في علاه أن يتقبلها منا ومنكم، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم، اللهم آمين يا رب العالمين. في انتظار إن شاء الله تعالى المكالمات لنتعلم سويا هذه السورة الكريمة من جزء عام. وكما ذكرت في حصة سابقة أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم يعني سورة الفاتحة قراءة صحيحة حتى تكون الصلاة متاعه يعني بإذن الله الصلاة صحيحة، حتى لا يصير له لحن في سورة الفاتحة. وأيضاً لابد عليه أن يحفظ وأن يتعلم وأن يقرأ قراءة صحيحة لجزء عمة. هذه يعني قصار الصور، حري بكل مسلم أن يقرأها قراءة صحيحة إن شاء الله تعالى.
ونسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا ولكم حفظ القرآن الكريم. نعم، معنا الأخ. طيب طيب، مرحبا به الأخ لطفي من صفاقس. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. السلام عليكم أخ لطفي. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، الصوت غير موجود إن شاء الله. السلام عليكم. طيب إن شاء الله، قلنا إن الإنسان لا بد عليه وحري به أن يتعلم جزء عما قراءة صحيحة إن شاء الله تعالى، حتى تكون العبادة بتاعه يعني يقبلها المولى عز وجل، لأن الإنسان لا يمكن أن يتعبد الخالق سبحانه وتعالى بجهل أو بقراءة غير صحيحة. فالمطلوب منا أن نتعلم هذا الجزء قراءة صحيحة إن شاء الله تعالى. والقرآن كما تعلمون يسره الله لنا، فبتيسير الله لنا نستطيع أن نقرأ القرآن الكريم. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فبفضل الله عز وجل أن هذا القرآن يسره الله لنا، فبتيسير الله لنا نستطيع أن نقرأ القرآن الكريم. ولولا هذا التيسير لما استطاع أي واحد منا أن يقرأ حرفا منه. معنا الأخ لطفي من صفاقس. السلام عليكم أخي لطفي، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل بقراءة سورة الانفطار. نعم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إذا السماء انشقت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. فخم الراء أخي لطفي. وإذا القبور، الراء المتحركة بالضم، بين تفخيمها أكثر. نعم. وإذا القبور بعثرت. تمام. علمت نفس ما قدمت وأخرت. وأخرت وأخر، كلا الحرفين مفخمين الخاء والراء معا. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. رقق اللام من قوله تعالى يصلونها، قالون يقرأ بالترقيق يصلونها. نعم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بارك الله فيك أخي لطفي، تلاوة متأنية طيبة مباركة، جزاك الله كل خير، ونسأل الله التيسير لنا ولكم في حفظ القرآن الكريم، وأن يجعلنا جميعا من العاملين به. بارك الله فيك أخي الكريم.
نعم، قلت بفضل الله عز وجل أن هذا القرآن ميسر من عند الله تبارك وتعالى، فالذي يسره لنا هو الله، ولذلك كل إنسان عندما يقرأ القرآن الكريم ففي مطلع كل سورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي فيه إشارة إلى أنك برحمة الله وبتيسير الله تستطيع أن تقرأ هذا القرآن الكريم، فلا عذر للإنسان ولا حجة للإنسان بدعوى أنه لا يستطيع أن يقرأ القرآن الكريم لأنه بلسان عربي مبين. وإلا حينما ننظر إلى الأعاجم اللي اللسان متاعهم ليس لسان عربي ومع ذلك يحفظون القرآن الكريم كاملاً، يعني حينما نقول القرآن الكريم كاملاً يعني 600 صفحة كاملة يحفظها الأعجمي ولسانه غير عربي، يعني لا يتكلم العربية ومع ذلك يحفظ 600 صفحة من القرآن الكريم، فإن دل فإنما يدل على تيسير الله عز وجل لنا لهذا القرآن الكريم، فلا عذر للإنسان لأنه يتكلم العربية ولسانه عربي وفي بيئة عربية، ما عليه إلا أن يجتهد وأن يحفظ هذا الخير وأن لا يحرم نفسه من هذا الخير. معنا أم أمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك، أهلا وسهلا. مع سورة الإنفطار، تفضلي بالاستعاذة والبسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت. فخم الطاء يا أم أمين، فطرت فطا طاء، الطاء أقوى الحروف العربية مستعلية ومطبقة، بين تفخيمها. إذا السماء فطرت. نعم. وإذا الكواكب. نعم. وإذا الكواكب فطرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. رقق الباء. وإذا القبور بو انضموا الشفتين والرقق. وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما نعم واصلي علمت نعم علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. نعم. الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي سورة ما شاء ركبك. ألا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. فخم الصاد. يصلونها. فخم الصاد. إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. أي نعم. وما هم عنها واصلي. نعم. وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، صدق الله العظيم. بارك الله فيك أم أمين، جزاك الله كل خير، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا هو القرآن الكريم، لو قيل للذين يعني توفتهم المنية يعني لو ترجعوا لهذه الدنيا ماذا تفعلون، لتمنوا يوما من رمضان، يعني لو يرجعوا من القبور
أحياء ويقولوا لهم شنو هو الأمنية متاعكم، يقولوا نتمناو يوم واحد من رمضان حتى نصوم وحتى نصلي وحتى نقرأ القرآن الكريم. ففي هذه الأيام وفي هذه الساعات المباركات لابد من اغتنامها حتى لا يتحسر الإنسان يوم القيامة، لأنك حينما تقرأ القرآن الكريم تجد في قوله تعالى في سورة مريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، فيتحسر فيه المؤمن. نعم معنا أم سجان. أم سجان من منوبة. من منوبة. مرحبا بك، أهلا وسهلا. مرحبا يا علي. السلام عليكم. تفضلي قراءة سورة الانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت. ننتبه لتفخيم الراء المضمومة، البحار رو هكذا مفخمة، الراءات المضمومة والمفتوحة ديما نفخمها. نعم. وإذا البحار فجرت. تمام. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. وأخرت، فخم الخاء. وأخرت. وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما شاء الله عليك، تلاوة طيبة مباركة متأنية، جزاك الله كل خير. واصلي في حفظ كتاب الله، نسأل الله التيسير لنا ولكم في حفظه، وأن يجعلنا جميعا من المتدبرين له العاملين به، اللهم آمين. يعني صراحة تلاوات طيبة من الأخوات ومن الإخوة أيضا، فنسأل الله التوفيق للجميع. كما أخذنا يعني المولى عز وجل في هذه السورة إشارات قرآنية، وخاصة في قوله تعالى: كرام وإن عليكم لحافظين، يعني ملائكة تحفظ الإنسان من كل يعني شياطين الإنس والجان. هذه الملائكة يعني سخرها المولى عز وجل لك أيها الإنسان، تحفظك من الجن ومن الإنس، من شياطين الإنس والجن. ولذلك قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني كل فعل وإلا عمل هو مسجل عليك أيها الإنسان، فليكن عملك في هذا الشهر طيب وحسن حتى تجده إن شاء الله تعالى في يوم القيامة في سجل حسناتك إن شاء الله تعالى. نأخذ بعض أحكام التجويد من هذه السورة التي أخذناها في هذا اليوم في انتظار المكالمات. قوله تعالى: إذا السماء انفطرت. كلمة السماء هذا يسمى مد واجب متصل، إن مدوه أربع حركات نقول هكذا: إذا السماء
نعم أربع حركات. نعم معنا مكالمة. طيب كلمة السماء هو مد واجب متصل. معنا الأخ نبيل من مجرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أخي نبيل. مرحبا. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ بخير الحمد لله. يا مرحبا بك. بك عايشك. تفضل قراءة سورة الانفطار، الاستعاذة والبسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. الجيم أخي نبيل هكذا يعني شديدة نوعا ما، وإذا البحار فجرت. فجرت فيها شدة، فجرت. نعم. وإذا البحار فجرت. طيب. وإذا القبور بعثرت. طيب. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. بين لنا التشديد متاع الواو. الذي خلقك فسواك فسوى، مشدد الواو، بين التشديد فيها. الذي خلقك فسواك فعدلك. أحسنت. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. ردوا بالنا، الحاء حرف مرقق، لحافظين، لا حاء حاء مش حاء، رقق شوية حرف الحاء. نعم. وإن عليكم لحافظين. أحسنت. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. نعم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بارك الله فيك أخي نبيل، شكرا على هذه المشاركة الطيبة، وشكرا لك على هذه القراءة، جعلها الله في ميزان حسناتك، اللهم آمين. شكرا. بارك الله فيك. وفيك بارك الرحمن وزيادة. نعم، مع القرآن الكريم في شهر القرآن الكريم، الإنسان يغتنم الأوقات امتاعه في ختمة تلو الختمة، يقرأ القرآن باستمرار، يحافظ على الصلوات، على النوافل، على صلاة التراويح، يعني في هذا الشهر المبارك. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع فيه عنا الوباء وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم آمين، وأن يرحم موت جميع المسلمين بمنه وفضله وكرمه، اللهم آمين يا رب العالمين. كلمة إذا السماء انفطرت. انفطرت، النون هنا تلاحظون في المصحف أنها لا تحمل فوقها حركة. الحكم إذن يكون الإخفاء مع الغنة، تقرأ الكلمة هكذا انفطرت. الراء متحركة بالفتح فلا بد من تفخيمها. لا ننسى أيضا همس حرف التاء في الكلمات القرآنية وخاصة في هذه السورة، ففي كثير من الكلمات انتهت بحرف التاء، وكما تعلمون أن حرف التاء في أوله شدة يعني انحباس للصوت، وفي نهايته أو في آخره همس هكذا انفطرت.
انفطرت، انعم. وإذا الكواكب انتثرت، ردوا بالنا من المدود الطبيعية، الكواكب انتثرت، انتثرت نفس الحكم في انفطرت. النون بعدها حرف التاء حكمها الإخفاء، يعني نخفيها النون هذه مع غنة من الخيشوم، تقرأ الكلمة انتثرت. ولا ننسى أيضا تفخيم الراءات المفتوحة والراءات المضمومة، دائما وأبدا يقع الخطأ المتكرر في الراءات المضمومة وأيضا الراءات المفتوحة، فلننتبه إلى ذلك، بارك الله فيكم. قوله تعالى وإذا البحار، كلمة البحار اللام هنا لابد من بيانها وإظهارها لأنها ساكنة، وإذا البحار، الراء متحركة بالضم لابد من تفخيمها، وإذا البحار فجرت، الرق حرف الفاء ما قلش فو قل فو، فجرت الجيم شديدة لابد من بيان الشدة امتاحة هكذا، وإذا البحار فجرت، فجرت الجيم من وسط اللسان مع ما يقابلها من الحنك الأعلى للفم. الراء متحركة أيضا بالفتح لابد من تفخيمها، التاء في آخر الكلمة مهموسة، معنا آمنة أجلاصي من سوسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا بك، أهلا وسهلا، تفضلي بالاستعاذة والبسملة وقراءة سورة الانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، لا ما نقولش فطرت، إذا السماء انف ف فتح وسط في حرف الفاء، فطرت فطر، نعم. إذا السماء انفطرت، تمام. وإذا الكواكب انتثرت، حسنتي. وإذا البحار فجرت، تمام. وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان، بالقصر يكون أفضل، يا أيها، ما غرك بربك الكريم. لو نقرأ بالقصر يكون أفضل، رواية الإمام قالون في المد المنفصل له القصر والتوسط، المقدم أداء هو القصر، يا أيها، يا أيها، هكذا. عيدي مرة ثانية، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي نعم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، نعم، يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، اللهم اجعلنا منهم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله،
ما شاء صدق الله الله العظيم. ما شاء الله، تلاوة طيبة مباركة، بارك الله فيك، فتح الله لك وجزاك الله كل خير. كم تحفظين من كتاب الله عز وجل؟ طيب ما شاء الله، تلاوتها طيبة ما شاء الله، متأنية، تقرأ بطريقة جميلة جدا. واصلي في حفظ كتاب الله ولك شأن بإذن الله تعالى. بارك الله فيك، بارك الله في من علمك القرآن الكريم. وأبشر كل من يعني يعلم الناس القرآن الكريم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها كلما تليت. فكلما تقرأ يعني هذه الكلمات وهذه الآيات الكريمات فلك الأجر يا معلم القرآن الكريم. نسأل الله الإخلاص وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله. نعم طيب، معنا غسان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك وفيك، بارك الرحمن. تفضل بقراءة سورة الانفطار. شيخ، نقرأ برواية حفص إن شاء الله. تفضل إن شاء الله، مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. ركبك، ركبك في أي صورة؟ عيدها مرة ثانية. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ما شاء الله عليك، تلاوتك طيبة أخي غسان، فتح الله لك. تقرأ برواية حفص. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ ختمت الحمد لله. خاتم ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ربي يوفقك إن شاء الله، إن شاء الله ربي يوفقك ويجعلك من العاملين به. علم ما استطعت من القرآن الكريم، تلاوتك طيبة ما شاء الله، إن شاء الله ربي يوفقك ويثبتك على هذا القرآن الكريم. شكرا، بارك الله فيك وفيك، بارك الرحمن. ما شاء الله، تلاوة طيبة خاشعة إن شاء الله، يعني تفرح لما تسمع إنسان يعني يقرأ بهذه الطريقة وخاتم للقرآن الكريم، هذا شيء طيب. نسأل الله التوفيق ونسأل الله الثبات والإخلاص، وأن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به يا رب العالمين. نعم، في استخراج الأحكام التجويدية حتى نتمكن من بعض الإخوة في المكالمات، هل معنا أحد؟ طيب نعم. قوله تعالى: وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت. كلمة نفس، التنوين فوق حرف السين، فوق حرف السين، هو متتابع، بعده حرف الميم، حكمه الإدغام مع الغنة.
علمت نفس، هكذا تقرأ، نفس ما قدمت وأخرت. ردوا بالنا تفخيم الخاء، الخاء مفخمة، وبعدها أيضا حرف الراء أيضا مفخم لأنه متحرك بالفتح. معنا محمد أمين من القيروان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك، تفضل بالقراءة. طيب انقطعت المكالمة لعله يعود إن شاء الله تعالى. علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قوله تعالى يا أيها، هنا مد منفصل لانفصال السبب عن الشرط لقالون، الإمام قالون اللي نقرأ له في بلادنا يقرأ في المد المنفصل بالقصر يا أيها، ويقرأ أيضا بالتوسط يعني أربع حركات، فيقول يا أيها الإنسان. النون في المصحف كما تلاحظون لا تحمل فوقها سكون، وبعد حرف السين حكمها الإخفاء مع الغنة، تقرأ الكلمة الإنسان ما غرك. ننتبه للمدود الطبيعية، ما قولش ما غرك، الصواب ما غرك، لابد من بيان المد الطبيعي. معنا الأخ رضوان من بومهل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أخي، تفضل بالقراءة مع سورة الانفطار الاستعاذة والبسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. فخم الراء أخي رضوان، انتثرت راء راء، هكذا هو التفخيم. وإذا الكواكب انتثرت. تمام. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. ما شاء الله. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. شوية ترقيق اللام. يصلونها، نعم. يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ما شاء الله، تلاوة طيبة، أحسن. كم تحفظ من كلام ربي أخي رضوان؟ كم تحفظ من القرآن الكريم؟ كم؟ 43 حزب إن شاء الله. 44 حزب؟ 43. ما شاء الله، يعني تلاوة طيبة، واصل. من أقرأك القراءة هذه؟ شكون قاعد يعلم فيك؟ شيخي خلدون النقاش. من؟ الشيخ خلدون النقاش. ما شاء الله، ربي يبارك فيك وفيه إن شاء الله. ربي يحفظك يبارك. بارك الله فيك، واصل معه في حفظ كتاب الله، وربي إن شاء الله يحفظك بالقرآن الكريم، لأن تلاوتك طيبة وخاشعة ما شاء الله عليك. ربي يبارك فيك إن شاء الله. شكرا. ربي يبارك لك يا عيش. وفيك بارك الرحمن، ما شاء الله. هو دائما وأبدا نسأل هذا السؤال، كم تحفظ من القرآن الكريم؟ قديش مازال؟ لماذا؟
للهدف هو أننا نتنافس على القرآن الكريم، نتنافسه، اللي مازال له خمس أحزاب واللي مازالت له سورة البقرة واللي مازال في بداية الحفظ معناتها يتشجع بغيره ويواصل في حفظ القرآن الكريم. ففي كل بيت يقرأ فيه القرآن الكريم يعني يعم الخير والبركة في هذا البيت الذي يقرأ فيه القرآن الكريم. فكل بيت يتلى فيه القرآن تغشاه الرحمة وتنزل عليه الرحمة، ويعني يذكر المولى عز وجل أهل هذا البيت في الملأ الأعلى في الملائكة، يقول فلان أو فلانة أو يعني هذا البيت يتلى فيه الآن القرآن الكريم. فالإنسان لا يحرم نفسه ولا يجعل البيت متاعه كالبيت الخرب كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. معنا سلسبيل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسبيل مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي بالقراءة سورة. نعم. من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. نعم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا ثم ما أدراك ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما شاء الله على بنتي سلسبيل. قداش عمرك يا سلسبيل؟ قداش سنين. ما شاء الله على بنتي، أحسنتي، تلاوتك طيبة ما شاء الله عليك، واصلي في حفظ كتاب الله وربي إن شاء الله يحفظك بالقرآن الكريم، اللهم آمين. ما شاء الله على بنتي 11 سنة وتقرأ بهذه الطريقة، ما شاء الله، يعني تونس بخير إن شاء الله، لأنك من خلال هذا البرنامج تسمع الرجال والنساء الكبار والصغار يقرؤون القرآن الكريم، فإن دل فإنما يدل على أن الخير ما زال في بلادنا ولا زال بإذن الله تعالى. وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا بالقرآن الكريم ويرفع علينا الوباء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فالقرآن كله سعادة، كله انشراح، وكله طمأنينة، وكله راحة نفسية. فالذي يعيش مع القرآن الكريم يكون دائما في طمأنينة وانشراح، والذي يكون بعيدا عن القرآن الكريم يكون في ضنك وفي يعني حياة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، معنا آدم. السلام عليكم يا آدم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله لولدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا آدم. الله يفتح عليك يا حبيبي. الحمد لله، ربي يحفظك. الله يبارك فيك. الله يبارك في عمرك. ما شاء الله لولدي، كل عام وأنتم بخير، ربي يحفظك إن شاء الله. آية، تفضل حبيبي، سورة الانفطار. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت
علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك نعم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما شاء الله على ولدي، أحسنت يا آدم، أكثر الله من أمثالك، فتح الله لك وإن شاء الله ربي يحفظك بالقرآن الكريم. ما شاء الله على آدم، تلاوتك طيبة يا حبيبي، شكرا. أجعلي خمالي كيفك. نعم أجعلي خمالي كيفك. إن شاء الله تكون أفضل مني يا آدم، ما شاء الله على ولدي، ربي يحفظك إن شاء الله. ما شاء الله عليك، في حفظ الله يا حبيبي، شكرا. ما شاء الله، يعني يدل فإنما يدل على حسن التربية، يعني هذا صورة من الوالدين، قلت لي ربيوا أبنائهم على الكلمة الطيبة وعلى يعني شوفوا الكلمات السلام عليكم، يا ما شاء الله، هذا إن دل فإنما يدل على حسن التربية من الوالدين، يعني صورة معاكسة للوالدين تتجسد في أبنائنا، وهذا هو المطلوب، وقت اللي نربيه أولادنا على هذه المبادئ وعلى هذه القيم وعلى هذه الكلمات الطيبات المباركات، إن شاء الله بإذن الله نسعد جميعا في دنيانا. وهذه هي تونس، هذه هي الصورة الحقيقة لبلادنا تونس، القرآن تونس، تونس الزيتون والعلماء، ويعني إن شاء الله الخير لا زال وما زال بإذن الله تعالى. معنا مكالمة، الأخت جميلة تسنيم. الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. شعتي الكختلين. ما شاء الله عليك يا تسنيم، أحسنت، مرحبا، أهلا وسهلا، السلام عليكم. أرحمي. أي مرحبا، أي تفضلي. أي بسم الله الرحمن الرحيم. انقطعت المكالمة، إن شاء الله لعلها في الحصة القادمة إن شاء الله تتواصل معنا إن شاء الله. طيب، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت يا ربنا وتعاليت. بهذا الدعاء ننهي هذه الحصة، على أمل اللقاء بكم في حصة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا.
فإن منزلك عند آخر آية تقرأها